عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، نبدأ على بركة الله. إليكم المقادير. اليوم جبت لكم غراتان تاع الشوفلير وبروكولي. إليكم المقادير. عندي شوفلير، راس تاع شوفلير، حبة بطاطا، عندي اللحم مفروم، سنينة ثوم، البصل، المعدنوس، السمن، فرينة، فلفل أحمر، فلفل أحمر والفلفل الأسود، والقصبر مطحون، والسكنجبير. شوف لير دوك نقيه ونديره في الماء يغلي، ونديرو معاه الليمون، ونديرو معاه ورقة تاع الرند، شويه ملح، وخلوه يغلي. وهاد الحبه تاع بطاطا تاني نقطعوها مربعات، وتاني نديروها تغلي في الماء. عندي شويه سمن، ندير في المقله تاع شويه سمن، نصوتي الشوفلير، نديرو شويه ثوم، غير مغرف زيت ولا زيت زيتون. نديرو هاد، راني قطعها راه طاب، قطرته من الماء، نديرو هنايا توتو، نصيفطوه راه فيه الملح، وراني دايره فيه الملح. بدا يدخل غير بالنسبة للثوم وبالنسبة لنقصو عليه. عندي اللحم مطحون، عندي حبة بطاطا هذيك اللي غليتها، عندي معدنوس، سنة تاع الثوم، والبصل راني عصرته من الماء. ونديرو التوابل، هو الفلفل العكري، الفلفل الأسود، شوية قصبر مطحون، والسكنجبير. نديرو شوية ملح، البطاطا فيها الملح ما كتروش الملح. نحركو كاع هاد المكونات. راني كورت الفيونداشي تاعي، راني كورت الفيونداشي تاعي، رمده في الفارينة، واني هنا حطيت شوية سمن، نقليه، نحمرهم هنا في هاد الزيت. دروك نوجدو الصلصة اللي نديروها فوق الشوفلير، ولا بغيتو صنعو بيشاميل صنعو بيشاميل. عندي كاس حليب، نديرو فنجال زيت، ونديرو ربع حبات بورسيون، ولا عندك جبن هذاك الطاري ديري زوج مغارف. شويه فلفل اسود، ونديرو شويه ملح ما نكثروش، نطلعوها بالميكسور. شويه صلصه، ديرو شوف لير هذاك يسوتينه، نديرو نحطوه في البلا. دو كويرات تاع اللحم مفروم، نديرو فوقهم الصلصة، ندخلوهم للغراتان تاع الشوفلير. راه وجد، بالصحة والراحة، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي، وشكرا.